السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نرد على عمي فريد معطاوي. بكل احتراماتي اليك، بكل احتراماتي اليك، لكن سوف اعطيك واحد النقاط بالك تراجع روحك فيها. ستك انا قعدت نشوف عاودت الفيديو تاعك مليح، قريتها مليح، نحترمك. انا ماشي كيما دوك الناس هذوك، خاطر انا على بالي كاين منا من العين تدرس قراو في الجامعه في الجي كلش، خبروني باللي دير لهم محاضرات في الجامعه. تما بنادم كيروح يدير محاضره في الجامعه نحترمك سبحان الله، مكاش مشكل. لكن في بعض واحد التصريحات، وانا مانيش ندافع عن المغرب، المغرب وصل الدومي فينال، مشي انا وصلتها، وصلوا روحهم الله يبارك. انا مانيش ندافع عن المغرب، لكن واحد الكلام قلته، قلت لازم يعني نديروا تكتلات مصر تونس الجزائر، راك غلط. اين كنت واين كانت هذه التصريحات عندما كنا محتاجين لتونس ومصر؟ شاهدنا باللي تونس ومصر، دير حسابك من التسعين كي قلبها عيسى حياته، من التسعين قلبها عيسى حياته، حتى الألفين وسبعتاش انت الضو ما شتاش معاه، مع التوانسة ومع مصاروة. مانيش انا مانيش نكره كاره الشعب المصري ولا الشعب التونسي، لا حقيقة. على بالك هل تعلم يا السيد معطاوي، مي كنا في مصر 2019، مانيش ندافع على المغرب، المغرب يدافعوا على روحهم، عندهم ناس يدافعوا على روحهم. انا راني نقول لك انت راهي بيني وبين راهي بيناتنا احنا جزائريين، باش نعطوا وجه، باش نوروا للجزائريين باش ما نغلطوش، لان مصر عمرها لا تمشي معاك في الكواليس تاع لافريك. وتونس دائما اختو تونس ادينا كاس العرب، شو دارولنا؟ راك شفت شو دارولنا؟ ما بغاوش. مصر راك تشوف شنو دارولنا، ما بغاوش، ما خلاوش 2010 وكلش ما خلاوش. والتوانسه دينا لهم كاس العرب، ما بغاوش. هنيك ربحنا المغرب، حنا قعدنا نقصروا مع المغرب، ربحناهم. قال لك باللي لعابه توانا، ما قال لك حنا علمناكم بولا، ما قال احنا علمناكم العربيه، ما قال احنا دخلناكم الاسلام، ما قال لك، ما قال لك والو. صح وانسى فاتوا خطوط، هذه هي. على ذيك نقول لك باللي جامي انت اين كنت يا سي معطاوي عندما كانت الكواليس ضد الجزائر، وكانت على بالك شكون اللي انضرت؟ نقولها لكم شكون اللي انضرت. انضرت الجزائر والمغرب، انضرت الجزائر والمغرب، انضروا من الكولاسه تاع تونس وتاع مصر، كانوا دايريننا واسطه. شوف الأندية تاعهم كيفاش كانوا يحقروا نورمال، الأندية تاعهم تشوف انت الضربة تاع الوداد، العربية من البار مكاش من النار طافي، بنت بالاب تاع الوداد هي تقلب، كانوا بيناتهم الأهلي الترجي النجم الساحلي، كان بيناتهم الدور. واو لله، راني غلط، راني غلط قول لك غلط. الأهلي كيما يبغوا يدوا، العام اللي يبغوا يدوا فيه يدوا. قال هذاك المصري اونسيا مسير في الاتحاد المصري، شا قال لهم؟ قال لهم قال لهم كنا نقلبوا لاربيت اللي يبغي يدينا، نقولوا له خرج لنا راخر بالحمراء، وخرج لنا واعطينا بيناتي، واعطينا من بيناتي، ولا خرج لنا غارديا بالحمراء، ولا خرج لنا كولاسه كي كانت قلبتها اللوبي، كي كان قلبه قلبته مصر وتونس مع اللوبي الكاميروني، كانوا دايرين لوبي بيناتهم، ونيجيريا كانوا دايرين لوبي بيناتهم، هذو رباعي كانوا دايرين لوبي بيناتهم، والله ما كانوا مخلينا نردوا رسالة، لا أندية لا منتخبات، لا أندية لا منتخبات، ما كانوش مخلينا نردوا رسالة، باش يكون على بالكم، شوف كيفاش. ناس باش 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 نخدموا، خاطر ما تجيش اليوم خاطر دير حسابك روح سقسي مسيو زاتشي
الا تهضر مع ساتشي. انا على بالي بلي انت يا كورو بينك وبين ساتشي ما كاش كاع، ما تفوتش ما تفوتش. انا على بالي مع طاوي مع ساتشي يا ودي والله العظيم. وزاتشي يغطسوه في العسل ويجيبوه يجيبوه المعطى ويقولوا له العسل، يقول لهم لا ما يأمنش. نعاودوا نولوا وين تبغي مؤمن يسقسي زاتشي ولا منا روس يقولوا المؤمن يقولوا منا زاتشي ولقجع. مي كانوا في مصر كانوا دايرين اتحاد بيناتهم، كانوا دايرين اتحاد بيناتهم زاتشي لقجع اشتاقر زاتشي. قالوا حنا نزرعوا من التخطيط تاع مصر والتوانسه. بالك شتو حنا خرجنا برومي في الجروب تاعنا 2019، راكم عاقلين عليها. لعبنا دوزيام ماتش في الملعب اللي كنا فيه، نورمالمون ما نخرجوش. كار دو فينال مع الكوت ديفوار. وين الداوك؟ وين الداوك؟ واو لا مش يخرجوك من الستاد اللي كنت فيه تاع القاهره وقيله اللي كنت فيه تلعب. نورمالمون تقعد فيه، تقعد فيه بصح ما خرجوك وداوك لعبوك على 5 تاع العشيه. واو لا شكون اللي خرجك فما؟ مصر مع تونس باش يكون على بالك. تونس كان داير حسابها بلي توصل فينال كي مصر خرجت. تونس كان دايره في راسها توصل فينال، خطولك باش يخرجوك من الطريق يوخروك كاع ما كاش كاع في الارض كاع في مصر ما كاش كاع ريحتك في مصر ما كاش. مع من دعمنا حنايا الجماهير تاعنا مع من كانت؟ كانت الجماهير المغربيه والجماهير الجزائريه كانوا في رحبه ياكلوا في ماء واحد ويسيبورتو في واحد يعني باش يكون على بالك. حنا رانا نهضروا هكا وانتوما راه على بالكم الاغلبيه على بالها مسؤولين وعلى بالكم في القطاع الرياضي على بالكم باللي لقجع كان مع زاتشي في مصر وعطاك عده نقاط ايجابيه. خاطش المصريين كانوا يلعبوا لك في لعبه والتوانسه كانوا يلعبوا لك في لعبه. الحاج محمد راه وراه صح، خلينا كاين واحد الصوالح صراو الحاج محمد راه وراه هذوك الصوالح اللي صراو كثر خيره. بصح راني جاي راني نهدر على معطاوي باش يكون على بالك يا سي معطاوي. خاطش كي تقول بلي لازم نديرو تكتل مصر تونس والجزائر والله لا غلط. جامي مصر عاونت الجزائر في الكولاسه جامي تونس عاونت الجزائر في الكولاسة. خلينا في السياسة، مانيش نهدر على السياسة، نهدرو في البولة. أنا نهدرو في البولة، اللي كانوا محقرة في شمال إفريقيا، وخلصوا الويلات، وعانوا الويلات الجزائر المغرب. على ديك ديك خطرة ديك خطرة آخر شي قال لهم؟ قال لهم راحت تاع الألقاب كيما تبغوا تدوها، لقجع قال لهم راحت. راحت. احنا كان قاضب الحاج محمد الاوراوا كذب لهم 6 شهور في المغرب، كذب لهم 6 شهور سير ديريكتوار 6 شهور كذبها 2012 2013 كذبها 6 شهور في المغرب. جامي الحاج هدر وجا جامي المغاربه هدروا وزيد وين كانوا التوانسه كانت الحاجه اللي تصرى لهم انا نعقلها مليح. كان يقول لك العدو الاول للمصر لتونس هو الحاج هو الاوراوا مساروة. كان يقول لك العدو الاول لكره القدم المصريه هو راوراو. بصح جامي سمعنا احنا المغاربه قال لك العدو الاول كان راوراو. جامي سمعتها والله جامي سمعتها. راني نقولها لك سي معطاوي انت تعرف هذا الصوالح. ربما راك تهدر هدره الله غالب بصح انا راني نهدر لك. انا كيما يقول احنا ما عندناش، انا راني يوتيوبر مانيش صحافي ولا انا راني نقول لك ما عنديش تحفظ. انا نهدر لك شتا كاين خويا، انا نقول لك شتا كاين. هذه باش يكون على بالكم بها. كاين بزاف ناس ما على بالهمش بصح هذه الحقيقه رانا نقول لكم فيها. اكسبتيها ما تاكسبتيش هذه الحقيقه انا ما انا ما على باليش. انا المهم نقول لك شتا كاين. اكسبتي ما تاكسبتي الله يسهل عليك. الحقيقه هذه والحقيقه المره على بالنا بلي هذه حقيقه مره بصح الله غالب. انا نقول لكم الحقيقه باش يكون على بالكم.
يعني بزاف اللي يقصروا باللي منه من بصح حنا رانا نقول لكم في الحقيقه المره. واسمح لي سي معطاويه ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي يمشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي، صحيتكم.